الآن إلى عملية التصويت على مشروع القانون. أعرض المادة الأولى للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 131، معارضون لا أحد، ممتنعون 5. ياك. أعرض المادة الثانية للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. نفس العدد. أعرض المادة الثالثة للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. نفس العدد. أعرض المواد 4، 5، 6. عفوا، أعرض المادة الثالثة، الرابعة، الخامسة للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. نفس العدد. أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة. نفس العدد. صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 58/22 بتغيير وتتميم القانون 41/05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي لرأس المال.